والله نقول وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. هذا ما يتعلق في الأخلاق والسلوكيات، لا يكون هناك حملة، لا بد أن يكون هناك حملة من قبل وزارات الدولة ومن قبل الخطباء والأئمة ومن قبل كذا وكذا، لا أن ينشغل بعض الدعاة بالمشاركة في قنوات فضائية معروفة في الفساد، ويلبس عليهم الشيطان أننا نريد بذلك أن الجمهور كبير لهذه القنوات، وإذا أتينا إليها فسوف يرانا هذا الجمهور. ما الذي حصل؟ أنتم أنفسكم تغيرتم، وجوهكم تغيرت، لحاكم ذهبت، ثيابكم أسبلت، فتاويكم تغيرت. إذا أنتم أنفسكم تغيرتم، أين الجمهور الذي تريدون أن تغيرونه؟ لا يمكن أن تصلح الناس إلا بما شرع الله، لا يمكن أن تأتي لطريق بدعي وطريق فيه معاصي وتدعي أنك تريد الإصلاح. الإصلاح يكون وفق الضوابط الشرعية وفق القنوات الشرعية التي دل عليها الكتاب والسنة. أصبحت الفتنة عامة، وهذا من الأسباب التي أثرت على الشباب، أنهم أصبحوا يستدلون بمثل هؤلاء، تمنعوننا أن نضع قناة كذا ومشايخكم وبعض دعاتكم يخرجون في هذه القنوات، لو كانت محرمة ولا تجوز فلماذا يخرجون فيها؟ أنا فقط أراها وما ذهبت إليها ولا خرجت بها، هؤلاء يذهبون ويخرجون فيها، بل يعملون حلقات بفلوس، حلقة كاملة كل أسبوع وعقد. أين وتعاون على البر والتقوى وتعاون على العدوان؟ هذا المال من الذي حلله لهم؟ هذا المال يأتي عن طريق هذا الفساد وهذه الأفلام الفاسدة والماجدة. هذا فكر الإخوان المسلمين، أما فكر السلفيين وعقيدته السلف وما عليه ابن باز وابن عثيمين وأمة الإسلام لم يكن هذا عندهم، ولكن هؤلاء الذين تربوا في أحضان الإخوان المسلمين هم الذين يرون مثل هذه الأمور المنفرطة الغير منضبطة، والتي دائما كلها عبارة عن آراء وارتئات عقلية سياسية بحتة، لا سياسة شرعية دل عليها الكتاب والسنة، وإنما سياسة مكافلية، الغاية تبرر الوسيلة، فغاية أن أصل للجمهور تبرر وسيلة أن أخرج في هذه القناة الفاسدة. من قال هذا؟ إذن فلا بد أن نعرف أن أعداء الإسلام للأسف الشديد استطاعوا أن يؤثروا حتى على بعض من ينتسبون الإسلام بأن أصبحوا هم أنفسهم معاول هدم، والحي لا تؤمن عليه الفتنة، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، إنما هو الكتاب والسنة حكم على الجميع. ليس من كان له تاريخا جيدا معنى ذلك أن قوله إذا خالف الشرع يبقى قولا مقبولا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هكذا يجب أن نتعامل، وهكذا يجب أن نقول للمخطئ أخطأت والمصيب أصبت. ولذلك تجد أن أعداء الإسلام استطاعوا عن طريق أمثال هؤلاء. متى نحن كنا نفكر أن تخرج عندنا قنوات تسمى قنوات إسلامية فيها الموسيقى من أولها إلى آخرها؟ ومتى كنا نفكر أن تخرج عندنا قنوات تسمى إسلامية فيها النساء وقد كشفنا الوجوه وخرجنا بالثياب ويجلسنا مع الرجال ويتحدثنا معهم وهم بلحاهم لحاء حسن البنا المعروفة؟ واضح ولا لا؟ إذن متى عرفنا هذا؟ متى عرفنا أن الذي يدعم روتانا ويدعم قنوات الفساد تؤسس قنوات إسلامية باسمه فيها الموسيقى وفيها غير ذلك؟ من الذي حل لهم الأموال هذه؟ من أين أتت هذه الأموال؟ هذا من هذه القنوات أسست بمال ماذا؟ بمال مبني على الحلال أم بمال مبني على الحرام؟ من الذي أجاز لهم هذا كله؟ من الذي أجاز لهم كل هذه الموسيقى وكل هذه الأغاني وكل هذه الأمور؟ من الذي أجاز لهم هذه النساء التي تخرج
الداعية فلانة والداعية فلانة طالعة كاشفة وجهها وهو تتكلم وتضحك وتبتسم أمام الجماهير. هذا فكر الإخوان المسلمين البدعي الباطل، ولذلك وقعوا في تناقض. كيف تأمرون وتنهون عما أنتم واقعون فيه؟ كيف تقولون الموسيقى حرام إذا غنى المغني الفلاني والموسيقى مع المنشد الفلاني تجوز؟ هي موسيقى موسيقى، لكن هذا ينتمي لحزب الإخوان المسلمين تجوز، وهذا لا ينتمي لحزب الإخوان المسلمين لا تجوز. إذن أصبحت القضية ليس الدين الإسلام وإنما الحزب. هنا يستعمل موسيقى ها ويغني، وهذا يستعمل موسيقى ويغني، فقط الكلمات. أن هذا كلماته ليس فيها مغازلة، طيب في أغاني موجودة لا علاقة لها في المغازلة يغنيها مغنين معروفين بالفساد والفجور، إيش رأيكم نجيبها؟ يعني إذا كانت الكلمات ليس فيها فساد وفجور نجيبها؟ طيب إذا غنت المغنية فلانة خاصة المغنيات القديمات يغنن أغاني ما فيها فساد وفجور أحيانا، يعني نسمعها؟ لأن هنا موسيقى هنا موسيقى، هنا كلمات غير بديعة هنا كلمات غير بديعة. هؤلاء سياسيون نعرفهم ويفعلون هذا من أجل كسب الجماهير عشان يخططون لمرحلة بعدين، مرحلة انتخابات ومرحلة تداول وسلطة وسياسة، فيريدون بكرة إذا نزلوا الساحة فإذا بالجماهير تعرفهم، فتجدهم يرقصون مع الراقصين ويطبلون مع الطبالين ومع الموسيقيين ومع لاعبين كرة القدم، تجدهم في وسطهم وفي كل مكان، لا تجد مكان إلا هم معه. لماذا؟ لأن عندهم مخطط بعيد، مخطط سياسي، فمن أجل السياسة خالفوا الشريعة الإسلامية. إذن فنقول أن هناك خطر يهدد الإسلام ويهدد المسلمين، خطر سواء من أعداء التغريبيين والإبراليين والغرب وما يريد، وخطر من هؤلاء الذين صوغوا مثل هذه الأمور باسم الإسلام وباسم الدعوة إلى الله وزينوها للناس.